كشمير. طبعا السوريين هون كله راح تشوفوهم هلا كيف السوريين متجمعين بالحدايق وعم يناموا بالحدايق لانه بالاساس ما في اوتيلات فاضيه. اول ما بصير الوقت تحكي مع المهرب، بيجي بقول لك مهرب تعال اطلع على اسمير وحتى نحن مضمونه وما في شيء على الطريق، و30 دقيقه بتوصل ان شاء الله اليونان. وطبعا هذا الحكي كله كذب بكذب. اول ما تصير باسمير هون حتضطر تنيم المصاري بمكتب، وبعد ما تنيم المهرب حيمشيك على نقطه وحيخليك 12 13 ساعه في النقطه انت مستني هنيك. بعدين حيطلع بالبلم، واكثر البلمات هن مواتيرها مضروبه. حتمشوا اذا ما وقف معكم الموتور في السواحل التركيه حيوقف معكم في السواحل اليونانيه، واذا ما وقف باليونان رح يطلع لكم الكوموندس اليوناني. طبعا هن المان بضربوا البلم، ما بيعرفوا لا اطفال صغار وما بيعرفوا لا نسوان ولا شيء، بده يغرقوا البلم، يعني الكوموندس بيطلع بغرقك وبيضل ماشي هربان على اليونان. هذا حال السوريين هون بازمير، يعني كثير عالم ماتوا في البحر ونسبة قليلة ليوصل البلم على اليونان، يعني كل 50 بلم ليوصل بلم واحد. وهلا عم يصير بإزمير، يعني كل شيء بيقول لك انه الرحلة مضمونة وعم بوصلوا السوريين كذب. السوريين يا عمي صار تجارة بدمهم كثير، وكل واحد جاي بتاجر دم السوري، كله همه يعبي مصاري. يعني بنصح المو مضطر، يعني عن جد يا شباب المو مضطر بالرحلة لا يطلع، لأنه الموت الأكثر من نسبة إنك تعيش. أي سوريين كلهم هون. نسيت أقول لكم شغلة وحدة، الله يلعن شرفه كل واحد عم يتاجر دم السوري. يلا سلام.